من الرياض معنا الأخت روان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع عبد الرحمن سؤال خفيف، تفضل عبد الرحمن. لو سمحت أبغى فضائل الجمعة. سمي؟ فضائل الجمعة. طيب يلا يا عبد الرحمن اسمع فضائلها، أنت اللي حكم. تفضل يا أخي. الاغتسال. الاغتسال. إيه نعم. والتطيب. إيه. وقراءة سورة الكهف. إيه نعم. والدعاء في آخر الساعة. ممتاز ما شاء الله، تكفي ولا ما تكفي؟ الحضور مبكر للصلاة. اي والإنصات للخطبة. خلاص بقي للي يتصلون شوي ولا لا؟ ايش؟ بوركتي ووفقتي وسددتي وجعل والديك في الجنة، قولي يا امين. امين. ما شاء الله كان. شكرا يا اختي، شكرا الف شكر. معنا خلنا ناخذ من الفضائل معك يا عبد الرحمن عبد الله. الحرص على الصفوف الأولى. يعني الحضور لصلاة الجمعة مبكر. واللي بمعنى الحديث اللي يجي مبكر كله يعني منزله خاصه، اللي كان قدم ذبيحه، اللي قدم البقره، واللي قدم الدجاج، او اخر واحد اللي هي البيضه. فيحرص الواحد انه يصير في اول الصلاه ويحرص على الصف الاول. عبد الله وش رايك في بعض اللي يجون مبكرين ويتسندون اخر المسجد ولا لا؟ هذا مو بصحيح. يعني يفترض انه يتقدم عشان ياخذ الفضل، مو بياخذ الراحه من الوقت. خير صفوف الرجال اولها، وكذلك حتى لا ينوم. ممتاز. لان بعض الناس يجي مبكر ويتكي ورا يدور العمدان، هذا ما فيها مشكله، بس بعضهم يقعد في اخر الصفوف مع ان في مساحه. ممتاز. معنا من سدير الاخت روان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجعلنا وياكم ان شاء الله من المقبولين في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا عبد الله بيسالك سؤال، تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا يا اختي. ايه يلا. يقول السؤال: ما هو الصحابي الجليل الذي كانت الملائكه تصافحه أو تستحي من تصافحه وتزوره. في اختي مساعدة لها؟ أكيد. يلا يا عبد الله المساعدة. تحية بن خليفة الكلبي، أم النعمان بن حارثة، أم عمران بن الحطين. بين الحطين عمران بن حسين. طيب اختيار الأول دحية صحيح؟ ها؟ لا. طيب هو ساعدها يا عبد الله، شلوا شيء من اللي ذكرته. النعمان بن حارثة يعني تشيله. طيب ممتاز، بقى واحد أكيد إنه هو. ها؟ ليس النعمان وليس دحية رضي الله عنهم جميعا. الثالث. الثاني ولا الثالث؟ الثاني اللي انت حذفته. لا الثالث. الثالث صح؟ الثالث. وش حذفته؟ الثاني. طيب تقول الثالث. هي مبروك. بوركتي ووفقتي وسددتي ويعطيك العافية، ألف شكر ما شاء الله. كان ناخذ من اداب يوم الجمعه، تفضل يا الشيخ عبد السلام التركي، عطنا الميكروفون تفضل. الاكثر من صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من صلى على النبي صلاه واحده، عبد السلام يصلي الله عليه كم؟ صلى الله بها 10. ممتاز. والبخيل من ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عنده ولم يصلي عليه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يذكر او يصلي عليه. يصلي. ممتاز. معنا من القصيم الاخت فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، حيا الله الاخت فاطمه من القصيم. وعليكم السلام. وجعلنا وياكم ان شاء الله من المقبولين في هذا الشهر الكريم، قولي يا امين. امين يا رب العالمين. معنا الشهراني الاخ محمد الشهراني، كيف حالك يا محمد؟ يا مرحبتين. بيسالك سؤالا ان شاء الله انه معروف وسهل، تفضل. يقول السؤال:
اذكري أدبين أو شيء من السنة ليوم الجمعة. ها أدبين؟ التطيب والسواك والذهاب إلى المسجد مبكرا. طيب. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلوا عليه يا شباب. اللهم صل وسلم عليه. ولبس أجمل الثياب. ممتاز. والدعاء في آخر ساعة من الجمعة فإنه وقت مستجاب. ممتاز. وقراءة سورة الكهف. جميل. ها محمد تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي أكيد؟ مبروك. ووفت وكفت؟ وفت وكفت. طيب إذا مبوركتي ووفقتي وسددتي وجع الوالديس في الجنة، قولي آمين. آمين. الحمد لله. ألف شكر. جوائزنا مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. معنا كذلك أسماء من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخت أسماء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واجعلنا